السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كانت من الفيديو ديالي لقاكم نتوما باحسن صحه واحسن عافيه يا ربي. جيت نشارك معكم في هذا الفيديو، هذا الفطائر او الملاوي المعمرين كيجيو خطيرين ورائعين كما كتشوفوا بهذا الدهنه ديال الزعتر، كيجيو فنين ومقرمشين وواحد لوكو كيجيو فيهم خطير. بلا ما نطول عليكم ندوز المقادير طريقه التحضير. وطبعا الى عجبكم هذا الفيديو، قبل ما نخليكم الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك وتعليق، واللي ما اشتركوش مازال معايا في القناه يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالي. ندوز المقادير طريقه التحضير. صافي، كنحتاجو في المقادير بصيله. انا اغلبيه ما كنديرش بصله، ولكن دابا درت واحد البصله بقات ليا ودرتها هنايا الفلافل. يمكن لكم ديروا الخضره والحمراء، انا عندي هنا غير الحمراء، بغيت ندير غير الحمراء، ما اصلا كندير فيه الحمراء والخضره. هنا تقريبا عندي شي 4 فلفلات مقطعين اللي كان عندي في الكونجيلاتور، وهذا انا كنقطعو ديك الرومي كنقطعو باش غادي نضيفو لهاد الصلصه العقده هادي عماره وفيها وان بيض. غادي ديك الساعات غادي نضيف معلقه ديال البزار، تنجي ندير العطريه وغادي نشارك معكم. نقطع هذا يا راه كنديروا فيه هذا العطريه كامله، هذا السكينجبير، يلا الزعفران اللي ما كنديروش كلشي كيدار فيه، هذا الابزار. المهم نتوما غادي ديروا عينكم ميزانكم على حسب العماره اللي عندكم. من بعد عاد راني غادي ندير الشعريه الصينيه في المطايب، ملي غيتشحر هادشي ان شاء الله غادي نضيف له الشعريه الصينيه ومليحه. حاولوا ما نديروش الملحه على حسب الذوق، الملحه مع ندير فيه شويه الحامض المصير، ولا عندكم زيت مقطع ديروه. انا كندير فيه الزيت مقطع ولكن دابا راه ما متوفرش عندي. هادي شويه ديال الهريسه اللي كيبغي الحار واللي ما كيبغيش ما يديرهاش. هادي راه الهريسه ديال الدار، هي هادي الهريسه ديال الدار كتصاوبها جارتي، انا كنصاوبها الصراحه ولاني جارتي كتصرعها، تحية ليها من هنا. صراحة ما كنجي فين غنصوبها أنا فوق ما صوبتها كتذوقني، هي غزالة رائعة رائعة، الله يعطيها الصحة. هادي هريسة جبلية، وهذا الحامض مصير هو كنقطعو باش غنضيفو له، وشوية ديال الزويتة. بغيتي ديرو زيت العود ديروها، بغيتي ديرو غير زيت نباتية ديروها، تيبقى الإختيار ليكم. كانت زيت العود كان أحسن، كتعطي واحد الطيبة زوينة، ما كايناش ماشي ضروري. هما زيت مقطع، يمكن لكم ديرو حتى زيت مقطع، انا ما عنديش كيما قلت لكم ما متوفرش دابا عندي زيت مقطع. انا دابا هادشي اللي صاوبت شحال من حاجه بيه، من بعد غنشارك معكم كلشي. الكمون حتى هو كنضيفو كيما قلت لكم، راه كنديرو فيه العطريه كامله، ما كنديروش غير الزعفران. كنضيفو هذاك الحامض المصير اللي قطعنا هو، وكنضيف واحد البنه ديال كنور ديال الدجاج، راه كتعطيه واحد الطيبه خطيره الصراحه. انا درت غير وحده، غديرو حتى جوج راه كيجي مزيان، غير انا ما بغيتش ندير بزاف، درت غير وحده وصافي. دابا غنردو غندير شويه الزبيده كما قلت لكم، وغنردو هذا الشيء فوق النار يتشحر. فهاد الاثناء غادي ندير الشعريه الصينيه، غادي تسلق مع الماء، ومن بعد غادي يتقلى هادشي، غادي نضيف له ديك الشعريه الصينيه. عمرها هي كطيب، حيت غطيب مزيان غادي نضيف لها هذيك الشعريه الصينيه. ندوزو غادي نعجنو الملوي ديالنا. كنحتاجو فيه الدقيق ديال الفورس والفينو، كنديرو شويه درت هنايا تقريبا مكاملاش كيلو ديال الفورس، ومعاه كنحتاجو في العجينه كنحتاجو كيلو ديال الفورس ونص كيلو ديال الفينو والخميره شويه، كنديرو شويه ماشي بزاف الخميره هذيك الحبيبات، وكنديروش خميره ديال الحلويات. صافي ومليحه، وغادي نعجنو الملوي ديالنا كما كنعجنو الملوي عادي، وغنخلطوه نعجنوه ونرجع عندكم. هيا الخليط ديالنا كيفاش جا،
دابا ها الملوي ديالنا فاش عجناه وبرقناه ها هو بالنسبه مزقناه على هذا الشكل. دابا غادي ندوزو باش غادي نورقوه ونعمروه. صافي غندوزو غنورقو الملوي عادي، غادي نديروه على شكل مربع رغيفه على هذا الشكل ملويه رغيفه العاديه. صافي غادي نستمر انا في الملوي ديالي، ومن غنسالي غادي نوريكم الشكل النهائي. صافي من بعد ما كملنا الوراق ديال الملوي التحمر كندوز باش كندهنو، درت هنايا شويه ديال الزعتر مع شويه ديال الزويته، وبديت كندهن الوجه ديال الصفار ديال البيض، وبديت كندهن الوجه ديال الملاوي بهذا الشكل. يمكن ما كانش عندكم البيض يمكن لكم ديروا غير الزيت مع شويه ديال التحميره وشويه ديال الزعتر. ها هما كيفاش كيجيو من بعد ما دخلناهم الفران وخرجناهم، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو مقرمشين زوين، واحد الوجه تيجي عندهم فن، كيجيو مقرمشين ما نقولكمش، واحد ديك النسمه ديال الزعتر كيعطيهم واحد اللوكو خطير. ها هما كيما قلت لكم كيجيو زوينين بزاف من بعد ما كملو وصفناهم في الطبق، كيجيو على هذا الشكل كيما شفتو، كيجيو مقرمشين وكيجيو زوينين وكيجي فيهم لوغو زوين ديال الزعتر. غير جربوهم متاكده غادي يعجبوكم بزاف بزاف بزاف. ها نتوما كيفاش كيجيو من الداخل، غنوريكم كيفاش كيجيو من الداخل. ها نتوما شوفوا كيجيو زوينين وكيجيو مقرمشين وفي نفس الوقت يعني قطنيين. دابا نقل انا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.